السلام عليكم جميعا. هي الأمورة جتنا فحبيت أني أعرضها على الجميع. هي من الحيوانات اللي كتير حلوة، اسمها Red Ear Slider Turtle، من السلاحف المائية، منشأة أمريكي بظن، ويعني في ناس كتير عنا بتحب تربيها. هي من السلاحف اللي بتكبر بالحجم، ما لها من الناس الحبابين أبدا. إذا نلاحظ الحجم واضح، ولسه هي يعني هذا حجمها يعتبر صغير على هو غيره. التشخيص إنه في محانة أوسكلس بعد فحص، بعد سؤال أصحابها عن عدة أمور. نحن هون عم نحاول إنه نخليها تتحرك لحتى تطلع رجليها. هي كثير كائن عنيد، فأنا هون عم حاول إني خليها تتحرك لحتى تطلع رجلها، بس بالنهاية مع التصوير ما أحسنت إني أشتغل هالشغلة هي. لذلك حطيت الجوال واشتغلنا الشغل. هلا المقطع الجاي بنشوف بعد ما اخذت الابره صارت شريره كثير، مباشره بتعض، وهي ما من السلاحف اللي كثير يعني ودوده، بس مع صاحبها الشخص بتكون ودوده جدا. حبيت اعرض عليكم بس.